تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء صباحكم الله بالخير، حياكم الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتنا المميزة إذاعة نور دبي. خلال البرنامج إن شاء الله بنتطرق لأمور ومواضيع صحية وطبية تهمكم وتفيدكم، وإن شاء الله نستقبل استفساراتكم اقتراحاتكم ومقترحاتكم ويضعوا أي مداخلات لكم على أرقام التواصل للبرنامج. بذكركم بأرقام التواصل، بس بداية برحب فريق العمل وياي في الإعداد يوسف سعد، في التنسيق ميرا لقفلي، وفي الإخراج ميثا بيئات. مقدمة البرنامج اليوم دكتورة عاش البسطي. أذكركم بأرقام التواصل 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. ما باقي شيء الحين، العد التنازلي لرمضان، فنذكركم بخصوص التحضيرات من الحين، سواء بالنسبة بما أن برنامجنا صحي فنحن نتمنى لكم دائما تعيشون بصحة وسعادة. فالمرضى اللي مستمرين على أدوية معينة مثل مرضى السكر، مرضى الضغط، الأمراض مثل مرض الروماتيزم، أمراض معينة اللي دائما يكونون على أدوية معينة خلال فترة، ومرضى الربو كذلك، ما بذكر الأمراض كلها، بس يعني مراجعة الطبيب قبل شهر رمضان إذا أنت من فترة طويلة أو أنت من فترة طويلة ما راجعتي، سواء أطفال سواء كبار، عساس جدول الأدوية بحيث أن إذا في تغييرات في أشياء تحتاجون تضيفونها، في أشياء تحتاجون تقللونها، خاصة لمرض السكر وخاصة للناس اللي تستخدم، في ناس على أنسولين وعلى أدوية مخفضة للسكر في نفس الوقت اللي هو التايب 2 أو السكر الثاني، فيحتاجون على الأقل زيارة قبل رمضان عساس يعرفون كيف يوازنون وما تصيبهم انخفاض في السكر خلال فترة الصيام فيخرب على صيامهم أو يزيد عندهم السكر في فترة رمضان. بداية مثل ما عودناكم فقرتنا التوعوية والتغذوية اليوم بنتكلم فيها عن الدهون والزيوت بأنواعها وفوائدها. طبعا هالموضوع مهم بالنسبة لمعظم الناس، لأن طبعا احنا ما نستغنى، خلينا نكون واقعيين، عن الدهون والزيوت خلال في طبخنا في استخداماتنا، بس نحتاج نعرف كيف نستخدمه بطريقة صحيحة. اليوم إن شاء الله بتحدثنا عن هالموضوع عفرة بن كتة، اختصاصية التغذية في هيئة الصحة بدبي. صبحك الله بالخير عفرة. يا هلا وسهلا بمستمعينا اليوم من الصحة سعادة. هلا عفرة. عفرة طبعا الدهون والزيوت بأنواعها طبعا لها فوائد وكما لها مضار، بس وطبعا الواحد طبعا مهما نقول أن بنقللها ما نقول أنه نوقفها تماما، فحابينك تعطينا فكرة عن الدهون والزيوت بأنواعها وشو هي فوائدها. طبعا احنا نسمع كثير من المعلومات عن مضار الدهون اكثر ما نسمع عن فوائدها، فاليوم حابين احنا نوضح ما هي الدهون اهميتها بالنسبه لجسم الانسان. مثل ما تعرفون الدهون ماده اساسيه في تكوين خلايا الجسم، وهي مصدر في نفس الوقت مصدر حيوي للطاقه، لانها تعتبر الخط الثاني من مصادر الطاقه جسم الانسان بعد النشويات او الكربوهيدرات. صح. وهي كذلك تحتوي، احنا محتاجينها ان في نوع من الفيتامينات فقط مرتبطه مع الدهون عشان الجسم يستفيد منها، مثل فيتامين الف ودال وهاء وكاف، هذه تسمى بالفيتامينات الزائده في الدهون بشكلها الطبيعي، وهي احنا نقدر ناخذها عن طريق الدهون. ايوه. عشان شيء احنا لازم نفرق بين مجمل كلمه الدهون، فهناك انواع من الدهون، يعني مرة بقول الدهون ضارة بشكل مجمل، لكن صح، لازم تكون الكلمة مخصصة. أنواع الدهون اللي موجودة حوالينا هي الدهون الحيوانية، وهي دهون مشبعة وعالية في الكوليسترول، مثل عندنا الزبدة والسمن، دهون الحيوانية اللي موجودة في الجلد أو مثلا في جلد الغنم على شكل شحوم. صح. هذه الدهون هي إحنا نحاول قدر الإمكان كتوصيات منه
أن نقلل من كمياتها لأنها مخاطر مرتبطة بتصلب الشرايين. بالنسبة للكوليسترول، الجسم أصلا يصنع 80% من احتياجات الجسم للكوليسترول، لكن إحنا نحتاج فقط 20% أساس أن نوصل لاحتياجاتنا من الكوليسترول، عشان كذا إحنا ما نكثر منه، وتالي إحنا بنقولكم الاحتياجات بالكم اللي إحنا محتاجين. أيوة. ثاني نوع من الدهون اللي هي الزيوت النباتية، وهي زيوت غير مشبعة، منها زيوت زيت الزيتون والكانولا اللي نسميها الأحادية اللي الجسم محتاجها. في زيوت ثانية، هي زيوت مثل عباد الشمس وزيت الذرة، هاي زيوت متعددة وكذلك الجسم محتاج نصيب منها. عندنا رقم ثلاثة اللي هي السمن الصناعي. السمن الصناعي هي زيوت نباتية مهدرجة، وهاي اللي احنا دائما نحاول قدر الإمكان نوعي من بتجنبها، لأن هي موجودة في الأغذية المصنعة، يعني مثل البسكويت والشيبس، أي شيء مصنع تكون فيه هذه الزيوت المهدرجة، وهي عبارة عن زيوت نباتية طبيعية يتم معاملتها بطريقة ما عشان تسوي جام مثل السمن. أيوة. لها مضار كثيرة، زيت عليها دراسات إن إحنا لازم قدر الإمكان، يعني يقولك أقل من 1% لازم يكون متواجد، لأن هي يعني لا مفر منها إلا موجودة في الأغذية المصنعة، فإحنا قدر الإمكان نحاول إن نقلل منها. صح، وناس وايد بتفتكر أنها نباتية المنشأ، فبتكون مخاطرها أو أضرارها أقل بوايد عن الدهون الحيوانية. هي زيوت نباتية بس معاملة بطريقة أنها تصير غير صحية للجسم. أيوة. فإحنا نحاول قدر الإمكان، لأن عليها دراسات كثيرة مرتبطة بمخاطر تصلب الشرايين والسكتات الدماغية، فإحنا قدر الإمكان نحاول نتجنبها. بعكس الزيوت النباتية غير المشبعة اللي هي الدراسات عليها أنه لازم نكثر منها، لأنها تقلل نسبة الكوليسترول الضار في الجسم. رابعا اللي هي الأحماض الدهنية مثل الأوميجا 3. هاي الأوميجا 3 طبعا مشهورة وايد أنها تقلل أو تكافح من تصلب الشرايين، وهي موجودة في الأسماك الدهنية. عندنا مثلاً في المقباب، الجباب، وكان عندنا الأسماك اللي هي عالية في الدهون. أيوة. مثل السلمون، التونة، هاي كلها موجودة فيها. كذلك زيت بذرة الكتان اللي هو زيت الحار، بس إحنا في دولتنا ما نستخدمه وايد، في الدول الثانية يستخدموا زيت الكتان وزيت الصويا. الحين من مجمل هذه، إحنا قلنا إن الدهون في إلها فوائد وإلها مضار، لكن إحنا شو احتياجاتنا من الضار منها؟ حتى لو كان ضار، بس هو إن احتياجات منه بس بكميات قليلة. أكيد. يعني ما تتعدى إن الضر بصحة الإنسان. فاحتياجاتنا من مجمل السعرات الحرارية اليومية لكل شخص 30% فقط، هذا اللي يحتاجه من الدهون. توزيعنا إحنا لها، يعني إذا الشخص هذا مثلا يعني العيادة أعطيته على دايت 1600 سعر حراري مثلا، على 1600 سعر حراري، وهذه سعرات حرارية مناسبة لشخص مثلا يلعب رياضة متوسطة ويحب ينزل وزنه، فأنا أحسب له الدهون اللي محتاجة اللي هي 30% تكون عبارة عن 5 ملاعق ونص من اللي هي معلقة الطعام الكبيرة هاي اللي احنا ناكلها، تكون عبارة عن 5 ملاعق ونص فقط مش أكثر للدهون. من الدهون بتكون ثلثها من الدهون المشبعة اللي كلمنا عنها، اللي الدهون الحيوانية اللي اوريدي بتكون موجودة في كميات اللحوم اللي احنا ناكلها. أيوة. وثلث بيكون في الغير المشبعة اللي هي من زيت عباد الشمس اللي انا استخدمه، وثلث في اللي هو زيت الزيتون اللي احنا بنحطه على السلطات وما الى ذلك. 5 ملاعق هاي يشكلها، يعني تتشكل، ما بأن بس دهون حيوانية، اي تتشكل. عشان احنا ما نقول انها كلها ضاره، لا، الجسم محتاجه بس بنسب متفاوته. اي، اول واحد الشخص ما يركز على نوع معين ويعتمد عليه، بس يعني يشكل من كذا نوع، لانه بيحتاج كل نوع له فوائد، ما انه له مضار. اي، لكل نوع من الزيوت هذه لها وظائف في الجسم ما نستغنى عنها. اساسيه حسب الدراسات ان احنا ناخذ ثلث من كل نوع، يعني ثلث من الدهون المشبعه. إذا قلت 5 جرام بما يعادل ملعقة طعام كبيرة من زيت، من ملعقة ونص من الدهون المشبعة سواء كان في اللحوم أو زبدة أنا حبيتها، ملعقة ونص من عباد الشمس إذا أنا بسويه في الأكل أو بطبخ أو كذا، وملعقة ونص من زيت الزيتون. الشيء أنا وزعيته على احتياجاتي، من مجمل احتياجاتي في اليوم الجسم كامل. عفرة، كلمة أخيرة توجهينها لمستمعينا.
خلال أهم برنامج. شيء أن الإنسان يلتزم بالتوصيات الخاصة باحتياجاته اليومية من الدهون وأنواعها، يعني ما في نوع من الدهون يقول لك لا أنا ما أخذه هذا زيرو فات، لا، الدهون هاي مرتبطة بعناصر مهمة الجسم محتاجها، فما نقدر دائما نعتمد على الأغذية اللي هي زيرو فات، لازم يكون فيها دهون بس بكميات المعتدل اللي كل جسم يفرز من شخص لآخر، لأن لو عطيت واحد 2000 سعر حرارة كمية الدهون اللي هو محتاجنا أكثر من اللي عطينا 1600، صح، فتفرق الاحتياجات. أهم شيء متابعة الاستشاري عشان أعرف الكميات اللي تقريبا جسمي أنا محتاجة وتعود عليها يحتاجها. عفرة بن كتة اختصاصية التغذية في هيئة الصحة بدبي حدثتنا عن الدهون والزيوت بأنواعها وفوائدها. شكرا لك عفرة. العفو. شكرا. مستمعينا، مثل ما طرقنا الموضوع الدهون والزيوت بأنواعها وحتى فوائدها، يعني أستاذ عفرة طرقت الموضوع اللي هو أهمية كل زيت وكيف نشكل من ناحية الزيوت، وكل شخص كان بيحتاج على حسب نظام الغذائي اللي يتبعه، ما نوقفها كامل، لا بالعكس نستخدمها بس باعتدال، لأنه تحتوي على فيتامينات ولها فوائد مثل ما ذكرتها أستاذ عفرة. طالعين فاصل إن شاء الله وراجعي لكم. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة، برنامج صحة وسعادة اللي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي عبر أثير إذاعة نور دبي. أذكركم بأرقام التواصل ويانا 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. تكلمنا الموضوع الأول بخصوص الدهون، كلمتنا أختنا عفرة بخصوص فوائدها وأنواعها وكل نوع على أي صفة أو فئة وشو فوائده. وكنت أتكلم وياكم بخصوص الأشخاص اللي عندهم أمراض مزمنة خلال فترة رمضان، أن يراجعون طبيبهم يستفسرون بخصوص الأدوية، تقليلها، زيادتها، بالنسبة للنظام الصحي بعد الأكل، خاصة مرضى السكر، أساس ما يختلف عليهم أو يصيبهم هبوط السحور، بالنسبة لهم شيء أساسي، لأن طول اليوم بيكون في حدود 12 أكثر عن 12 ساعة، في حدود الحين 14 أو 16 ساعة الصيام، يعني من 4:30 صلاة الفجر لين 7:45، فيحتاج الواحد ياخذ طاقته من السحور على الأقل قبل ما يبتدي الصيام، خاصة المرضى السكر. أمراض معينة ما يعني يمكن الطبيب ينصح بالإفطار فيها، فيعني المريض يتفهم وضعه الصحي، أدري أنه مو بسهل مرات الواحد يوقف عن الصيام. بالنسبة للحوامل نفس الشيء، أذكركم من ناحية السحور الأدوية الفيتامينات ما تتوقف، من ناحية التزامنا بنظام غذائي وصحي كامل خلال في وجبة الفطور، وتوزيع الوجبات اللي هي شيء أساسي، يعني بدل ما نركز بس على وجبة الفطور وجبة السحور تكون دسمات، لا، نوزعها خلال فترة فطورنا، يعني من الفطور شيء بسيط ونوزعها كوجبتين 3 وجبات لين فترة السحور. نركز على الأشياء اللي بتهم جسمنا أكثر، نشرب الماي، هاي النصيحة اللي أوجهها لكم. مرات ننسى، خاصة إذا ما كنا نحس بالعطش، لأن نعتمد على أشياء أكثر في فترة الصيام، الشاي، القهوة، العصاير، بس هاي الأشياء كلها ما تقني حتى عن الماي، لأن الماي شيء أساسي من ناحية أساس جسمنا، لأن ما نقدر نستغني عنه حتى لو بدلنا بأشياء ثانية موجودة. شيء ثاني بعد عنا ممارسة الرياضة، حتى لو مشي لمدة نص ساعة في اليوم يكفي، يعني لأن على الأقل الواحد يجدد يومياً أن يمشي أو 3-4 مرات في الأسبوع على الأقل، ما يوقف من الحركة خلال الشهر الفضيل. هاي النصائح حبيت أذكركم فيها قبل ما نبدأ إن شاء الله في شهر رمضان، إن شاء الله أيام معدودة، 8 أيام إلى 9 أيام إن شاء الله وبنبدأ. أساس اللي حابب يراجع دكتورة عند الفترة الحين المناسبة تقريباً أسبوع. نرجع الحين لدراستنا لليوم. الدراسة تقول فطريات وبكتيريا في السجائر الإلكترونية تهدد حياة مستخدميها. ك
كشفت دراسة جديدة أن السجائر الإلكترونية قد تكون ملوثة بالبكتيريا والفطريات المرتبطة بأمراض الرئة. ووجد الباحثون الذين اختبروا 75 جهاز استخدم كل منها المرة واحدة وعلب السوائل المستخدمة في السجائر الإلكترونية علامات خلل ضار فيما يزيد عن ربع هالمنتجات تقريبا. وفي الوقت نفسه تم اكتشاف الجلوكان وهو جزء سكري موجود في معظم الفطريات في 81% من المنتجات. ويقول الباحثون أن التعرض للسموم مرتبط بمجموعة من المشكلات الصحية مثل الربو وانخفاض وظائف الرئة والالتهابات. ودرس فريق من كلية الصحة العامة بجامعة هارفارد السجائر الإلكترونية لبعض العلامات التجارية الأكثر مبيعاً في الولايات المتحدة، وحددوا وجود سم داخلي المنشأ جرثومي من بكتيريا سلبية الجرام تملك طبقة خارجية صلبة تجعلها مقاومة بشكل خاص للمضادات الحيوية. يعني حتى لو الشخص صاب الالتهاب لا قدر الله منها، حتى للمضادات الحيوية مقاومة البكتيريا هذه إلها تكون كبيرة، فبصعوبة أن يتقلب عليها المضاد الحيوي أو الشخص يتشافى منها. وقال البروفيسور ديفيد كريستيان الذي قاد الفريق، لقد ثبت أن السم داخلي المنشأ الجرثومي السلبي المحمول جوا والجلوكوكان المشتق من الفطريات يسببان تأثيرات تنفسية حادة ومزمنة في الظروف المهنية والبيئية. وأضاف كريستيان قائلا، العثور على هالسموم في منتجات السجائر الإلكترونية يضاف إلى المخاوف المتزايدة بشأن احتمال حدوث آثار تنفسية ضارة لدى المستخدمين. وكانت مستويات السم داخلي المنشأ أعلى في المنتجات المنكهة بالفواكه، ما يشير إلى وجود صلة محتملة مع المكونات الخام المستخدمة في إنتاج النكهات. كما أن الجلوكان كان أكثر وفرة في المنتجات بنكهة التبق ونكهة النعنع، وكان أكثر تركيزا في الجهاز بثلاث مرات منه في سوائل السجائر الإلكترونية. وأشار المعد المشارك الدكتور مي سون لي إلى ضرورة مراعاة النتائج الجديدة عند وضع سياسات تنظيمية للسجائر الإلكترونية. خلنا نكون شوي بالنسبة للسجائر، يعني بالعموما بالنسبة للتدخين ترى كلنا عارفين ضرره للصحة، ما بس للشخص نفسه حتى للي حوالين الشخص. يعني ما يخلى بيت من حد عنده ربو، عنده تحسس، عنده شيء. ثاني شيء يهيج هذه الأشياء كلها، حتى المدخنين دايما عندهم كحة تكون مزمنة بسبب التدخين والتهيج الرئة وحتى القصبات الهوائية من المواد اللي موجودة في التدخين. فيفضل أن نوقفها. مرات حد من المدخنين يقول أنا متعود عليها، صعب أوقفها فجأة وما أقدر، أنتم ما صح. بس نبتدي بالتقليل شوي شوي لما نبدأ نوقفها. في عيادات وايد الحين ابتدت تطلع اللي هي عيادة التدخين، اللي هي تساعد الشخص سواء نفسيا سواء بطريقة أدوية معينة ياخذها الشخص أساس تقلل حاجته للتدخين لين ما يبتدي يوقفها. في النهاية هاي عزيمة كل شخص يقدر يوقفها من ناحيته على الأقل جسمك. أهم شيء عندنا صحتنا، سواء للرجال سواء للنساء، أهم شيء صحتنا. فشيء بسيط أنا أشتري بفلوس وبعد يضر، فأحتاج أني أفكر فيه أكثر، يعني أوقفه أحسن من أني أستمر عليه. في ناس وايد يمكن حتى عندهم ربو أو عيالهم عندهم ربو وأوريدي يدخنون حتى في بيوتهم، بس يعني هالأشياء مع الوقت تضر بالأشخاص. ولا علبة سجائر ما تحتوي على التنبيه بخصوص سبب لسرطان الرئة، يعني مع هذا بعدنا نستمر عليها. فيفضل قد ما نقدر نقللها، نقلل حتى الأماكن اللي نحن نوصل لها ونشم ريحتها، لأنه ما بشرط أن الشخص يدخن حتى اللي يروح الريحة ويقعد في أماكن أوريدي فيها التدخين. الحمد لله الحين معظم الأماكن المسكرة عندنا مثل المولات، الأسواق ابتدت ممنوع التدخين فيها، بس التدخين يكون خارج بس. وفترة رمضان يعني معظم الصائمين يقدرون يوقفون خلال فترة الصوم، ونحن فترة الصوم تقريبا اليوم كامل يعني 14-15 ساعة. يعني اللي يقدر يوقف 14-15 ساعة ترى يقدر يوقف أيام كاملة، ما بس هالفترة، بس يحتاج جزء جزء يبتدي يقللها فيها لما يتوقف كامل. مستمعين الأعزاء طالعين فاصل إن شاء الله وراجعي لكم. صحة وسعادة.
مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي عبر أثير إذاعة نور دبي. أذكركم برقم التواصل ويانا 600551414، الرسائل النصية على 4006. تكلمنا بالنسبة لموضوع السجائر الإلكترونية خلال فقرتنا السابقة، الحين رجعنا. اليوم أنا وايد كنت أتكلم يمكن عن مرض السكر خلال في شهر رمضان والأدوية، الحين بنتكلم عن بعد شيء يخص مرضى السكر اللي هي تقنيات حديثة أكثر تطور لمرضى السكر. نظم مركز دبي للسكر بالتعاون مع أكاديمية تريسي مؤخرا حدثا تعليميا وطبيا يعد الأول من نوعه على مستوى الدولة تحت عنوان القرية الإبداعية الأولى لتقنيات علاج السكري، بهدف رفع الوعي المجتمعي بشكل عام ومرضى السكر بشكل خاص بآخر المستجدات والتقنيات العالمية في مجال تشخيص وعلاج مرض السكر. حول القرية الإبداعية وفكرتها وأهدافها وما تم خلال تنظيمها يسرنا يكون ويانا اليوم الدكتورة ديمة عبد المنان، استشارية القدد الصماء بمركز دبي للسكري والعميد الإكلينيكي بجامعة دبي الطبية. صبحت الله بالخير دكتورة. صباح النور، أهلين. هلا دكتورة ديمة. دكتورة، مثل ما نعرف مرض السكر من أكثر الأمراض انتشارا سواء في دولة الإمارات أو حتى في دول الخليج، وأنتم ما شاء الله ما تقصرون من ناحية مركز دبي للسكري، من ناحية متابعة المرضى، من ناحية العلاج، الوقاية بخصوص أي الأعراض أو المضاعفات لمرض السكري. وما شاء الله كان عندكم القرية الإبداعية الأولى لتقنيات علاج السكر. ممكن تعطينا فكرة عن القرية وأهدافها؟ صحيح، شكرا لك. الحقيقة القرية أجت مثل ما حضرتك تفضلتي إنه الهدف هون هو نشر الوعي بين المرضى بشكل خاص. يعني مثل ما قلت في كتير تطورات في علاج السكر سواء من أدوية أو تقنيات أو تكنولوجيا، وحبينا من خلال هذا الحدث إنه ندعم المرضى بأنه يكون قدامهم كل الخيارات اللي التكنولوجيا بتوفرها اليوم عشان تساعد في خلينا نقول يعني التعايش مع مرض السكري. فالقرية كانت عبارة عن محطات، كل محطة تعرض لمريض السكر خلينا نقول جزء من الحياة بالرياضة خلال الصيام أثناء الحمل، وكيف ممكن استخدام التكنولوجيا بحيث انها تساعد المريض او المريضه في يعني التعايش مع المرض. هذا كان يعني مرتب بطريقه بحيث انه كل محطه موجود فيها التكنولوجيا نفسها، كيف وفيها مريض بيحكي عن كيف ممكن استخدام التكنولوجيا، سواء هو بيستخدم اوبر عاديه سواء هو بيستخدم التكنولوجيا، وكيف هاي التكنولوجيا ممكن تساعده اذا لعب رياضه، اذا سافر، اذا سبح وهكذا. ممتاز، حتى بهالطريقة حياته ما تتأثر بشكل كبير، يعني عرف يوازن بين حياته والمرض اللي عنده. دكتورة ديمة، ممكن بخصوص المشاركين في فعاليات القرية والمستهدفين منها، منو كانت الفئة المستهدفة وكذلك منو كانوا المشاركين في فعاليات هالقرية؟ صحيح، إحنا الفئة المستهدفة كانت المصابين بالسكري النوع الأول بشكل مخصوص يعني، أو الناس اللي عندهم النوع الثاني من السكر وبيستعملوا أبر الإنسولين. هذولا بالذات اللي هم حيستفيدوا أكثر، فئة تستفيد من التكنولوجيا في علاج السكر. أيوة، وبخصوص المشاركين في فعاليات هالقرية،
نعم المشاركين، يعني إحنا طبعا الدعوة كانت إنه لو في خلينا نقول أهالي المرضى، ناس من عائلاتهم، ناس بتهتم فيهم، مثلا الطفل ممكن يكون مصاب بس إمه وأبوه اللي بدهم يتعلموا أكثر عن التكنولوجيا، فهذول كمان كانوا مدعوين. من ناحية المشاركين كان عندنا يعني ناس إما مصابة بالسكر أو ناس اتعلمت المعلومات عن التكنولوجيا وقررت إنه تقدمها، فهذول استعنا فيهم من أطباء يعني جدد مهتمين بهذا الموضوع. كان تعاون ما بين مركز دبي للسكري وجامعة دبي الطبية، وحتى أخصائيين من مركز دبي للسكري مثل أخصائيين التغذية، أخصائيين التثقيف الصحي، استشاريين معانا بالمركز كمان كانوا مشاركين بهاي المحطات، بحيث المرضى أو أهاليهم لو عندهم أسئلة إلهم كان بإمكانهم يسألوا الأسئلة. ممتاز. الجميل أن كل الفئات تقريبا، يعني مب التركيز صحيح. كان على الأطباء أو أطباء السكر بس، يعني حتى المثقفين، هالشيء يعني يعطيك معلومات متكاملة عن المرض وعن العلاج وعن حتى التقنيات المستخدمة. صحيح. دكتورة ديمة، شو اللي حققت القرية من مكتسبات؟ يعني إحنا الصراحة يعني اللي بتحسي إنه القرية حققت إنه المرضى صار عندهم وعي. المرضى لما كانوا بيدوروا بالمحطات نسمع إنه ليش ما في يعني فعاليات أكثر مثل هيك، إحنا من زمان بدنا نسأل بس مش عارفين مين نسأل، إحنا حلو. بدنا يكون يعني هل صار في مثل هاي الفعاليات أول، أو كيف نقدر دائما نعرف إنه في فعاليات مثل هيك، لأنه عنا أسئلة كثيرة وحابين إنه حد يجاوبنا. فحسينا إنه بالفعل هذه زي تقولي في فجوة حققتها هاي الفعالية، بحيث إنه تدعم المرضى إنهم يقدروا يتخذوا قراراتهم، والله أنا بدي أستخدم هذه التكنولوجيا، بدي أستخدم هاي الجهاز، بس عم بسمع من المصدر الصح، مش مثلا تعرفي في هلا مع السوشيال ميديا في كثير أشياء ممكن توصل للمرضى وهيك، بس ما بيقدروا يتحققوا من صلاحية هاي الأخبار. فمثل هاي القرية لما يكون عندك أخصائيين من المركز بجميع التخصصات موجودين، وحتى يعني الشركات اللي تعمل هاي التكنولوجيا كمان موجودين، فبالتالي بيقدروا يسمعوا من المصدر نفسه ويقرروا لوحدهم. صح، وبيكون أسهل لهم، وتكون يعني المعلومات جايتنهم نفس ما قلتي أنت من مصدر المنتج نفسه. أكيد أكيد. دكتورة إن شاء الله مثل اللي سمعت أن هاي النتائج تكون مشجعة إن شاء الله. أكيد. إن شاء الله بتكون لكم تنظيم لهالفعالية أو هالقرية مرة ثانية. هلأ إحنا طبعاً كنا لأنه أول مرة بنعرفها بنعملها، فكنا بدنا نعتمد على الفيدباك أو شو بيجينا من بس، وإحنا خلال الحدث يعني كثير تشجعنا وصار عندنا كمان أفكار تانية، بحيث إنه بسرعة بدنا نعاود نعمل مثل هاي الفعالية، وبالعكس يمكن مش بس عن التكنولوجيا، عن الأدوية الحديثة، عن الجينات، تعرفي هاي كلها يعني بنحس إنه المرضى لازم يكونوا عارفينها 100%. فأكيد إن شاء الله يعني رح يكون في فعاليات مثل هيك. ممتاز ممتاز. دكتورة، حدثينا عن آخر التقنيات الحديثة في مجال تشخيص وعلاج السكر. صح. هلأ هون إحنا بنحكي بالذات عن التكنولوجيا أو التقنيات. أيوة. طبعاً في مجال العلاج أو الأدوية أو الخلايا الجذعية هذا مجال تاني، إحنا هون بنحكي عن التكنولوجيا وكيف تساعد مريض السكر زي ما حضرتك قلتي إنه يعيش حياته بشكل طبيعي. فمثل ما بنعرف إنه يمكن أكبر معيق لمريض السكر هو مشغلتين، إنه يعرف مستوى السكر في الدم وإنه يأخذ العلاج من أبر ومن إنسولين وهكذا. صح. التكنولوجيا بتساعد إنها تسهل معرفة السكر في الدم، وإحنا طبعاً في تكنولوجيا كتير بس بدنا التكنولوجيا اللي هي بتعطي أدق القراءات. يعني أكيد بنسمع كتير إنه في تكنولوجيا بتقدر تعرفي مستوى السكر بالدم عن طريق مثلاً مثل جهاز الحرارة اللي بالأذن أو حتى على الأصبع، بس إحنا هون في هاي القرية يعني وحتى بشكل عام بهمنا إنه المرضى يكونوا عارفين مين أدق في هاي. صح. التكنولوجيا حاليا في عنا يعني كذا أوبشن، سواء من شيء بتركب على الجسم، سواء من يعني بنسميها السنسر أو خاصية الإحساس بمعدل السكر بالدم، هذول يعني القراءات تقريبا تفوق 95% لو انك شيكت السكر عن طريق وخز الاصبع. في اشياء كمان جديده او اجدد من هيك مثل العدسه، مثل العدسه اللي هي اللاصقه اللي بيلبسوها للنظر. أيوة. برضو انه ممكن يعني تقيس كمان معدل السكر.
هذه لسه مش متوفرة بالأسواق حاليا، بس كمان شيء واعد جدا. في كمان اللي هو مثل جهاز أصغر من الموبايل اللي هي مضخة الإنسولين، هذه عن طريق إنها بتتكلم مع السنسر أو الجهاز الخاص بقراءة السكر بالدم، تعطي قراءة السكر على شاشة المضخة تلقائيا. يعني إذا الأم بنتها أو ابنها عنده سكر بدون ما تيجي تقول له يلا بدنا نقيس السكر، لا، اللهم إنه بتطلع على المضخة على الشاشة وبتكون القراءة موجودة، فيطلع خاصة للصغار. نعم نعم. والخطوة اللي بعد هيك إنه إذا الشخص بيستخدم المضخة هذه، هذه المضخة بتكون أصلا مخزنة إنسولين فيها ومبرمجة على طول اليوم كم تعطي إنسولين. يعني بدل ما المريض ياخد إبرة الإنسولين على الساعة كذا، خلاص المضخة بتكون مبرمجة. إذا مثلا المضخة حست إنه السكر بلش ينزل، بتوقف الإنسولين قبل ما السكر ينزل وبتعطي ألارم. هلا في من هاي الأجهزة جزء ممكن التحكم فيه عن بعد، يعني الأم إذا ابنها بالمدرسة أو بنتها بالمدرسة، ممكن هي وحتى هي وخمس أشخاص آخرين يقدروا يعرفوا معدل السكر عند الولد أو البنت في المدرسة عن بعد. ممتاز. فهذه كلها هاي كلها يعني options ما كانت قبل، وهلا بتسهل عملية فحص السكر وكمان التحكم في الإنسولين أو وصوله إلى الجسم. ممتاز. خاصة آخر نقطة ذكرتيها دكتورة، لأن خاصة اللي هو النوع الأول السكري معظم المصابين فيه يبتدون أصلا أطفال، فما بس يأثر على الطفل، يأثر حتى على الأهل، لأن بيتخوفون من هبوط السكر، الطفل ما منتبه لنفسه. فبهالطريقة إذا كان توصلوا عن بعد يقدرون الأهل، صراحة شيء بالنسبة للأهل وبالنسبة للطفل أو الأعمار المتنوعة بعد يساعد كثير أن على انتظام السكر وحتى على يعني راحتهم النفسية ومتابعتهم عن قرب. أكيد. واكتشفنا من خلال القرية إنه حتى الأهل كان عندهم أسئلة أكثر من هيك، يعني مثلا أوكي أنا شايف تعرفي أطفال وبيحبوا الحلويات وبيشوفوا أصحابهم بياكلوا، صح. طيب لأي درجة أنا يعني أعرف إنه هل هذا هو الطفل بطلب الحلويات عشان رح يصير عنده هبوط أو لأنه بس بده يأكل يعني. وهذه يعني الحمد لله إنه حسينا إنه وجود الأخصائيين من التغذية والتثقيف كثير طمن الأهالي كيف يتعاملوا مع هاي الحالات أو شو يسووا. الحمد لله. خاصة أن دكتورة السن هذا شوية حرج، أن المتطلبات وما بعرف، حتى لو شرحتي له بخطورة الشيء ما بيعرف مثلنا، يعني مثل أي شخص بالغ وكبير، ويشوف نفس ما قلتي أنت، يشوف الأطفال أصحابه. يعني هالنقاط اللي ذكرتيها يدل أن أنتوا يعني غريبين جدا من المرضى ومن أهلهم، يعني حتى النقاط اللي ذكرتيها ناس وايد صح تتساءل فيها. صحيح صحيح. دكتورة ديمة، نعرف أن مرض السكر من الأمراض المزمنة، فشو أهمية توعية المرضى بكيفية الاستفادة من هالتقنيات الحديثة وكيف يستخدمونها؟ أكيد مرض السكر مرض مزمن، وهو يعني إحنا طبعاً المرضى يعني بيصيروا هم خبراء في هذا المرض، يعني بالعكس إحنا بهمنا كتير نسمع من المرضى لأنه هم عايشين معه، وفي ناس كتير متكيفة مع المرض بطريقة إنه صاروا أصدقاء مع المرض، وهدول الناس يعني بتحس يوصلوا لمرحلة مش من السهل إنه المريض يوصل لها. فالهدف الأساسي كون السكر مرض مزمن ومنتشر، الخطر الأساسي منه هو مش بس معدل السكر الحالي، هو المضاعفات اللي بتصير من عدم انتظام معدل السكر. وهذا الإشي يمكن إحنا بنحكي مع المريض فيه لما يجي ويزورنا، بس بتعرفي إحنا مش معاه طول اليوم، صح. وحتى الموعد بعد كم رح يكون، صح. فبده توعية أكثر إنه شو هاي المضاعفات وشو خطورتها وكم هي، مش بس رح تكون بالنسبة إله مزعجة ومكلفة، قديش رح تأثر على نوعية الحياة اللي رح يعيشها. فالهدف الأول الحقيقة هو توعية المرضى بخطورة هاي المضاعفات، لأنه هم زي ما أنت قلتي يمكن معظم حالات النوع الأول من الأطفال أو الشباب الصغار بيقدروا يتكيفوا مع القراءات العالية، حتى مع الهبوطات بيقدروا يعودوا حالهم إنه ما تأثر على حياتهم. بس اللي إحنا بدنا إياهم دايما يتذكروا إنه حتى لو قدروا يعيشوا من يوم ليوم، المضاعفات ما رح يقدروا يمنعوها إذا ضل السكر مش منتظم، صح. فهاي التكنولوجيا الحديثة هي بس بتساعدهم يوصلوا لمعدل سكر يعني آمن، بحيث إنه المضاعفات ما تحصل، وهذا
خلينا نقول الإثبات أجانا من خلال دراسات كثيرة إنه لو كان معدل السكر هون أو بهذا الرينج المضاعفات ما رح تصير أو يمكن منعها أو كذا. هذا أهم جزء من الاستفادة سواء من الأدوية أو من التكنولوجيا. صح، وخاصة أن مضاعفات السكر يعني كثيرة وحتى علاجها مو بالسهولة يعني، فوقايتها وايد أحسن، وأن على الأقل تبعد فترة حصولها المضاعفات أو تمنعها. أكيد. دكتورة، شو الدور اللي يمكن أن يسوون العلماء أو الأطباء والمتخصصين لرفع مستويات الوقاية من السكري؟ الدور يعني دور يعني متكامل، مش بس يعني من جهة خلينا نقول كأطباء أو علماء. يعني بحس إنه الأطباء والعلماء لهم دور يمكن أكتر بعد ما المرض يكون بدأ. احنا ما هالقد بنركز وقت علشان يعني نفكر بالوقاية، والوقاية مثل ما كلنا بنعرف أحسن من العلاج. فالدور الأساسي إنه كيف خلينا نقول على مستوى يعني تنمية المجتمع، على مستوى وزارات الصحة، على مستوى المدارس، يتعاونوا مع الأخصائيين مع الأطباء بحيث إنه يكونوا عارفين بطريقة علمية شو الأشياء اللي ممكن كل واحد من طرفه يقدر يسويها لمنع حدوث هاي الإصابات. لأنه بشكل عام دائماً بنعرف تكون شوي متأخر يعني، والجهد اللي لازم ينحط مثل ما قلت يعني من أكثر من جهة مش من جهة واحدة. طبعاً يعني حتى في تلاقي في دراساتنا كدراسات علمية أو كجامعات عالمية دائماً بيركزوا على العلاج أكثر. الجهات اللي بتركز على الوقاية مش بكثر الجهات، أو تعرفي لأنه لما تكون مدعومة بشركات أدوية عالمية بيركزوا أكثر على العلاجات من الوقاية. بالضبط. وإحنا عايشين بطريقة الحياة الحديثة سواء من طريقة أكلنا حركتنا، هذا كله ما بيساعد في الوقاية. فالتوعية إلها دور كتير كبير، والتوعية هاي لازم يكون المشاركين فيها من جميع يعني التخصصات أو من جميع فئات المجتمع، حتى من الحكومات كلها تحط كل جهودها بحيث إنه الهدف إنه يطلع جيل صحي وفاهم شو الصحة. صح دكتورة، ويمكن هي نقطة يعني يعني نسمعها من الناس دائما، الناس بالنسبة لي التايب 1 أو السكر رقم 1 والسكر الثاني النوع الثاني، يعني أي واحد يكون مثلا اللي نقول نقدر نعطي وقاية منه، هل السكر رقم 1 أو النوع الأول يكون له وقاية نفس السكر رقم الثاني النوع الثاني؟ صحيح، هاي نقطة كتير مهمة. إحنا هنا بنتحدث بشكل خاص على السكر النوع الثاني. أيوة. لأنه معظم حالات النوع الأول تحدث يعني لأسباب خارج عن إرادتنا. أيوة. فإحنا هون بالأخص بنحكي عن النوع الثاني. لكن حتى النوع الأول كيف المرض يعني ما يتطور، كيف ما يسبب مضاعفات، في دور كبير للتوعية وللحماية وطريقة الحياة، طريقة الأكل، طريقة الرياضة، هاي كلها بتلعب دور. أكيد أكيد. دكتورة ديما، كلمة أخيرة توجهينها لمستمعينا. بحب هون أخص اللي هم الأشخاص، أنا ما بحب أقول مرضى سكر، بحب أقول إن هم أشخاص يعني معاهم أو خلينا نقول مصابين بالسكري، وهم يعني أكيد مش إشي سهل خصوصاً في أول فترة أو مرحلة من تلقي الخبر أو معرفة هذا التشخيص. أهم نقطة هي النوليدج أو قديش المعلومات اللي بيكتسبها الشخص المصاب، لأنه كل ما قدر يسلح نفسه بمعلومات أكثر بمعرفة عن المرض بيقدر يكيف حياته ويقدر يعيش حياة تقريبا خلينا نقول يعني مطابقة للشخص اللي غير مصاب بالمرض. وشفنا حالات هيك وفي ناس هيك، لكن مش الأغلبية هيك لأنه مش سهل التعايش معه، والواحد مشغول وعنده حياة بده يعيشها وانشغالات كتير يمكن ما تساعد. لكن بحب أقول إنه هذا الشيء ممكن، وكل ما الواحد دعم نفسه بالمعلومات وبآخر التطورات من المصادر الصحيحة هذا الشيء ممكن تحقيقه إن شاء الله. دكتورة ديمة عبد المنان، استشارية القدد الصماء بمركز دبي للسكري والعميد الكلينيكي بجامعة دبي الطبية، شكرا لك.
شكرا لك، شكرا دكتورة. مستمعينا، مثل ما كلمتنا دكتورة ديمة في فقرتنا السابقة بخصوص القرية الإبداعية الأولى لتقنيات علاج السكر، وذكرنا بالنسبة للتثقيف الصحي شيء أساسي خاصة مرضى السكر، والتقنيات الحديثة يعني الحمد لله كل يوم في تطور جديد بالنسبة لمعظم الأمراض وخاصة لمرضى السكر. التقنيات الحديثة بتفيد ناس وايدة وبيقدرون يستفيدون منها، بحيث أن حتى نسب السكر يعني نسب قراءات السكري ما تكون مرتفعة، وبهذا الشيء نقلل المضاعفات. مستمعينا الأعزاء، وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. أشكر فريق العمل وياي اليوم في الإعداد يوسف سعد، في التنسيق ميرا القفلي، وفي الإخراج ميثبيات، محدثتكم الدكتورة عاش البسطي. إن شاء الله نلقاكم باكر بنفس الموعد الساعة 10، ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.